سعادة الوزير فاروق حسني معانا كمان. معانا السيد طيب. الوزير فاروق حسني. سيادة الوزير مساء الخير، انا مصطفى بكر، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك سيادة الوزير؟ ازيك سيادة النائب؟ طبعا عشت فترة ما بعد 25 يناير، وكانت دايما ليك رؤية وطنية ان هذا الشعب قادر على ان يفرز الغث من السمين، وان احنا هنمر بهذه المرحلة، ولكن في النهاية سنعود الى اصولنا وإلى وطننا وإلى حماية مؤسساتنا. ويمكن أنا قابلتك في الخارج في هذه الفترة وكنت متألم كثيرا على اللي بيحصل، وقلت لي أن جزء من الأزمة هي أزمة الوعي وأزمة الثقافة. 10 سنوات مرت على صدى البلد، كيف ترى أداء صدى البلد لخدمة قضية الوعي؟ الحقيقة يا أستاذ مصطفى، أنا حاسس أن القناة دي عمرها أكثر من 10 سنين، يعني كل سنة تترفع ب10، لأنها أولا هي اتولدت متخصصة وفاحصة لكل الموضوعات، وأنا شايف أنه كمان التغطية في كل الأقاليم والخارجية، يعني القناة أنا يعني شايف دلوقتي كتيبة قدامي، كتيبة هي القوة الضاربة للقناة، وكل واحد فيهم يشيل قناة بحالها حقيقة. فأنا شايف أن القناة دي قامت بدور رائع جدا، يعني مع مؤازرة كل ما هو جيد، واهتمت بالفنون واهتمت بالثقافة واهتمت بحاجات كتير فيها. أنا بهنيكوا على 10 سنين، بقول دول 100 سنة مش 10. نشكر حضرتك. شكرا سيادة الوزير. شكرا جزيلا. دينا من شوية